أهلا بكم. 5 أيام من محاولات تسلل إسرائيلية عند الحدود مع فلسطين المحتلة تسقط بضربات حزب الله. 5 أيام والمواجهات البرية تؤشر إلى عزم المقاومة وأصرارها على الدفاع عن لبنان والانتقام من جرائم الاحتلال. التدمير وقتل المدنيين الممنهج يكشف حجم المأزق الإسرائيلي من غزة إلى الضفة وصولا إلى جبهات الأسناد. يعتقد نتنياهو أن هذا الإرهاب الذي تنتهجه إسرائيل سيخضع المقاومة ومحورها لإملاءاته وأهدافه، وهو ما لم تسمح به جبهة المقاومة التي تؤكد جهوزيتها لمواصلة حرب استنزاف وفق ما أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام. مشاهدينا، نناقش كل هذه التطورات المستجدة حتى اللحظة في هذه التغطية المفتوحة. وفي هذه الساعة من التغطية سيكون معنا السيد توفيق طعمة، المحلل السياسي والخبير بالشؤون الأمريكية من لوس أنجلوس في كاليفورنيا. أهلا وسهلا بك. وسيد علي الأعور، الخبير في الشؤون الإسرائيلية من القدس المحتلة، أهلا وسهلا بك أيضا. وأبدأ لديك سيد توفيق طعمة. بايدن في ذكرى 7 أكتوبر يقول ويؤكد ويعود: ملتزمون بأمن إسرائيل. المشكلة أن هذا التعهد سيد توفيق يأخذ أوجها متعددة. ما أوجه الدفاع الأمريكي عن أمن إسرائيل في هذه المرحلة؟ وهل يمكن أن تحميها من اندفاعاتها المتهورة التي يمكن أن تؤذيها هي قبل غيرها؟ نعم، تحياتي لك تزايهم، وتحية للصديق علي، وتحية للمشاهدين الكرام. يعني إحنا نتحدث، تعودنا على الحديث التقليدي والخطاب التقليدي من الإدارة الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية تريد وقف التصعيد، تريد وقف إطلاق النار، تريد التهدئة، لا تريد يعني أن يكون التصعيد تشمل حرب إقليمية. ولكن أنا بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تتحدث بلسان وتعمل بلسان آخر. يعني كل ما يتحدث به، كل ما يصدر من تصريحات من إدارة بايدن هو العكس تماما. هذه حقيقة المواقف الأمريكية منذ اليوم الأول للعدوان على الشعب الفلسطيني وأيضا على الشعب اللبناني. الحرب هذه يا سيدي إنه الولايات المتحدة ستتأثر فيها، مصالحها في المنطقة منتشرة، وليست من مصلحة أمريكا أن تتسع هذه الحرب لتشمل لتكون شاملة. هذا يعني هذا ما تتحدث في أمريكا، ولكن في نفس الوقت هي تقوم بدعم إسرائيل لحرب إقليمية، لحرب شاملة في المنطقة. يعني كل هذا الدعم وحديث الرئيس اليوم بايدن على عام على التوالي بعد طوفان الأقصى، ويتحدث ويقول أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والحق في تحقيق أهدافها. تحقيق أهدافها إسرائيل هي معروفة: القضاء على حركة حماس، القضاء على حزب الله، توسعة الاستيطان، وأيضا ضم الضفة الغربية كما هي معلنة في صفقة القرن، أيضا ومشروع نتنياهو للشرق الأوسط، وهو المشروع الكبير اللي هو يسيطر كاملة على منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي هذه المواقف الأمريكية الواضحة للعيان هي داعمة للحرب حقيقة الأمر، نعم، وهي من تقدم كل أو جميع أنواع الأسلحة لإسرائيل في حربها على والآن حربها على لبنان. وأيضا تتحدث عن اجتياح وعن اجتياح الإسرائيلي إلى لبنان. المسؤول في الإدارة الأمريكية تحدث اليوم وقال إنه يعني إسرائيل لم تنهي يعني عملها في لبنان، لم تحقق أهدافها حتى هذه اللحظة. فبحاجة، ويبدو من حديثه أنه هو يؤيد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، قال إنه هذا الاجتياح فقط يعني لمنطقة معينة، لكن هو يعني اجتياح لبنان وفرض سياسة جديدة في لبنان وأيضا سياسة جديدة في منطقة الشرق الأوسط. أيضا هناك الملف النووي الإيراني اللي هو عين إسرائيل على المفاعل على المشروع النووي الإيراني بعد أن يحقق أهدافه في لبنان، ومن المستبعد طبعا أن يحقق أي هدف من أهدافه، أن بالتالي سيكون موضوع إيران، لأنه هذا ما يسعى له وما سعى له ليس فقط هذه المرة بل لسنوات، لأكثر من 20 عام، وهو يتحدث عن ضرب إيران في المنطقة أو ضرب المشروع النووي، ضرب المشروع الصاروخي في إيران. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذا التوجه،
فلا نسمع ولا نصدق هذه التصريحات وهذا التضليل الإعلامي التي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هل تستطيع إسرائيل فعل كل ما تريد أن تحققه من أهداف؟ أنا بتقديري لن تستطيع، فشلت حتى الآن في تحقيق أهدافها في قطاع غزة لعام ولأكثر من عام على التوالي، وإسرائيل تستنزف الآن في قطاع غزة، ومشاهد الفيديو ومشاهد التي بتطلع من قطاع غزة يعني بدون شك أن إسرائيل مستنزفة ولا تستطيع الحرب. الآن بدأت في حرب جديدة على الشعب اللبناني، وأيضا هي تعتقد إسرائيل أو نتنياهو يعتقد أنه سيحقق أهدافه. أهدافه كانت في البداية هي عودة المستوطنين إلى جنوب لبنان، وبالتالي هذا لم يعد هذا هو الهدف بالضبط. لكن هناك أهداف تحدثوا عنها، الأهداف هي القضاء على حزب الله، على القدرات العسكرية لحزب الله، احتلال جنوب منطقة جنوب لبنان وتكون تحت سيطرة إسرائيلية، وفرض أمر واقع على لبنان، وأيضا يتم المشروع الصهيوني في المنطقة كما تحدث عنه نتنياهو. قال نحن نريد تغيير الشرق الأوسط، تغيير خارطة نعم. الشرق الأوسط، تغيير خارطة الشرق الأوسط. نعم، وكلامكم سيد يعني توفيق سيطرة. نعم، يتماهى مع ما يقوله وقاله قبل قليل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. قال ما يجري ليس صراعا بل هو مشروع استعماري للولايات المتحدة والمملكة المتحدة بريطانيا وأوروبا، وهدفه السيطرة على هذه المنطقة. سيد علي الأعور، نتنياهو يعني يقول بعد عام من هذا الطوفان والاستنزاف من دون أدنى شك الذي أشار إليه السيد توفيق طعمة الذي تتعرض له إسرائيل وأمريكا، وسنناقش هذا في سياق هذه الساعة من التغطية، نتنياهو يقول الحرب ستنتهي عندما تحقق إسرائيل أهدافها، وهناك اعتراف يعني في هذه الجملة ضمنيا بأنه لم تتحقق أي من الأهداف لا السابقة ولا حتى الطموحات الكبيرة التي يطرحها نتنياهو. أيضا كما دعا إلى تغيير اسم الحرب من السيوف الحديدية إلى حرب القيامة وغيرها، ما فائدة تغيير أسماء العمليات العدوانية إن كانت لا تحقق كل الأهداف المطروحة؟ نعم، تحياتي لك أخي أيهم، وتحياتي إلى السادة المشاهدين، وتحياتي إلى صديقي الأستاذ توفيق، وإلى الجميع وكل متابعي قناة الميادين الموقرة. نتنياهو يقول بأن الحرب لن تنتهي حتى يحقق أهدافه. عليه أن يعود إلى التاريخ ويتذكر ماذا فعل إيهود باراك رئيس حكومة إسرائيل عندما انسحب بنفسه وبجيشه من الجنوب اللبناني. عليه أن يراجع هذا التاريخ المحدد في عام 2000 عندما خرج إيهود باراك وجيشه من الجنوب اللبناني وانسحب انسحابا معروفا. ولكن دعني أولا أن أشير لماذا نتنياهو الآن يطلب بتغيير هذه اسم هذه الحرب. هو يحاول أن يقنع الجمهور الإسرائيلي بأن هذه الحرب مستمرة، والحرب هي ليست من أجل نتنياهو، وليست من أجل مصالح نتنياهو السياسية الشخصية، وليست من أجل المخطط الأمريكي البريطاني في المنطقة. يريد أن يوهم الجمهور الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي بأن هذه الحرب هي حرب الوجود، حرب التكوين، وسماها عدة أسماء. بلش فيها حرب الوجود، ثم قال حرب التكوين وذهب إلى التوراة وجاء بسفر التكوين. بعد ذلك قال لا، هذه حرب الاستقلال، احنا ما استقلينا في 48. ما جاء في طوفان الأقصى والسابع من أكتوبر هز عرش إسرائيل، وعنونت صحيفة معاريف اليوم وقالت إنه السقوط، الحدث الذي غير إسرائيل إلى الأبد. هذا حدث تاريخي يا جماعة. السابع من أكتوبر هي لم تكن نزهة، 1200 مقاتل من كتائب القسام تمكنت من دخول فلسطين المحتلة وتمكنت من العبور إلى أكثر من 15 كيلومتر، وصلت إلى عسقلان، وصلت إلى عراق السويدان، إلى القسطينة، وصلت إلى الفلوجة، وصلت إلى ترقوم يا جنوب الخليل، وصلت إلى زديروت، إلى يد بردخاي، إلى عسقلان، حتى جنوب بئر السبع. هذا حدث تاريخي يا جماعة، حدث تاريخي عظيم هز إسرائيل بالكامل، هذا باعتراف الإسرائيليين وصحيفة معاريف التي قالت ما حدث في 7 أكتوبر هو السقوط وغير إسرائيل إلى الأبد. وبالتالي أنا بتقديري هو أعاد تشكيل الشرق الأوسط من جديد، أعاد تشكيل خارطة الشرق الأوسط، أعاد تشكيل العلاقات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط بعد أن كان هناك
بعض العرب ونتنياهو يحاولون تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء القضية الفلسطينية. جاء الرد من السابع من أكتوبر، جاء الرد من طوفان الأقصى الذي قال لهم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني هي رقم صعب في معادلة الشرق الأوسط، ولن يتمكن نتنياهو من رسم أي خارطة للشرق الأوسط. هناك فلسطين وهناك الشعب الفلسطيني. بصراحة طوفان الأقصى أعاد كتابة اسم فلسطين على خارطة العالم من جديد بعد أن تجاهلها الكثير من العرب وغير العرب. ولكن مرة أخرى، ما هي تداعيات وما هو تأثير السابع من أكتوبر لكي يجعل نتنياهو أن يغير هذا الاسم إلى حرب القيامة، وهي اختار لها اسم لا أريد أن أذكره باللغة العبرية احتراما لمشاهدي ومتابعي قناة الميادين الموقرة، وقال إنها حرب القيامة. ما معنى حرب القيامة باللغة العبرية أو بالثقافة العبرية؟ هي تعني السقوط والقيام، بمعنى عندما سقطت إسرائيل، هكذا يقول نتنياهو، هناك حادثة مأساوية، أي أن ما تعرضت له إسرائيل هو حدث مأساوي كبير، وبالتالي يحاول أن يوهم الجمهور أنه يحاول النهوض، يحاول الوقوف، وبالتالي سماها حرب القيامة. على أي حال، أنا بتقديري أن نتنياهو اليوم يقول بأن الحرب لم تتوقف، إذن عليه أن يتحمل حرب الاستنزاف في قطاع غزة. 750، سجل أستاذ أيهم والسادة المشاهدين والمتابعين، 750 ما بين جندي وضابط قتلوا في هذه الحرب بما سمح به الرقيب العسكري والرقابة العسكرية. سجل أكثر من 15,000 جندي جريح باعتراف الصحافة العبرية. أيضا سجل مغادرة 1,000,000 إسرائيلي مطار بن غوريون بدون رجعة. إخلاء 350,000 مستوطن في غلاف غزة، وإخلاء 100,000 مستوطن. هكذا قال هيرتسوغ، يعني هيرتسوغ هذا رئيس إسرائيل قال هذا الرقم من عنده، الراجل يعني عنده إحصائية ثابتة. 100,000 مستوطن غادروا المستوطنات الشمالية، كريات شمونة، المطلة، نفتالي، كتسرين، شلومي وكل الجليل الأعلى بسبب طوفان الأقصى. والأهم من ذلك، ماذا ذهب نتنياهو، ماذا فعل نتنياهو؟ ذهب إلى الضاحية الجنوبية ليقتل أطفال الضاحية الجنوبية، ذهب إلى الضاحية الجنوبية لكي يدمرها. روح الانتقام موجودة عند هذا الرجل. الأيديولوجيا والفكر، عندما نحلل شخصية نتنياهو وبدراسة متأنية، هذا الرجل تبنى فكر من؟ فكر جابوتينسكي ومناحم بيغن وديفيد بن غوريون. ولكن أود أن أقول لنتنياهو أن استمرارك في الحرب، أيضا إسرائيل تدفع الثمن. في خلال 5 أيام أستاذ أيهم والسادة المشاهدين، إسرائيل اعترفت بمقتل أكثر من 25 جندي وضابط إسرائيلي في الجنوب اللبناني. وأقول لنتنياهو، عليك أن تعود وتقرأ الفكر الذي تحمله قوات الرضوان وقوات العباس، يحملون فكر الاستشهاد، أمامهم الشهادة أو النصر. وبالتالي أنا بتقديري، إذا ما استمرت الحرب، إسرائيل سوف تدفع ثمن مضاعف أكثر مما دفعه الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. بالضبط. والآن الفكرة التي تطرح، نعم، والتي يريد يعني نتنياهو تحقيقها، هو استمرار الحرب. سيد علي الأعور، أسأل السيد توفيق طعمة، تقول CNN كلما طال أمد التصعيد كلما قلت سيطرة إسرائيل ورئيس وزرائها نتنياهو على النتيجة. هل الإطالة زمنيا الآن وفق المعادلات الحالية التي ترسخت تعني الاقتراب من هزائم أكبر؟ هل أيضا الولايات المتحدة تستنزف كما تستنزف إسرائيل؟ ونذكر الآن بما قالته وذكرته فورين بوليسي، البنك المركزي الإسرائيلي يقدر الكلفة الحالية لحربي غزة ولبنان ب 66 مليار دولار. من سيدفع ثمن هذه الفاتورة والفواتير المقبلة لتهور نتنياهو؟ هل تستطيع وتقوى أمريكا أيضا على ذلك؟ نعم، يعني بالنسبة لما تحدث في CNN عن كلما طالت أمد التصعيد، أنا بتقديري كلما طال أمد التصعيد أن إسرائيل ستستنزف أكثر وأكثر، وبالتالي إسرائيل ستنهزم وستفشل وستستسلم لإرادة المقاومة، لإرادة الشعب الفلسطيني واللبناني. وأن هذا التصعيد لا يصب في مصلحة نتنياهو، هو يصب في مصلحة نتنياهو ليحقق إنجازات تكتيكي، كما حصل من اغتيالات الجباني التي قام بها واغتال قيادات في حزب الله حتى انتهى بالسيد نصر الله، واغتال قيادات في حركة حماس. كل هذه يعتبر انتصارات تكتيكية ولا يسجل انتصار استراتيجي. إسرائيل تبحث عن انتصار استراتيجي، وهذا لن
تستطيع الحصول عليه، لن تستطيع إنجازه بسبب صمود المقاومة في لبنان والمقاومة أيضا في فلسطين. كل هذا التصعيد سيؤثر ويؤثر على الإدارة الأمريكية، وسيؤثر أيضا على سمعة الإدارة الأمريكية التي أصبحت الآن منبوذة أمام العالم، وإسرائيل أيضا منبوذة كل العالم. إسرائيل في يعني محكمة العدل الدولية أقرت أن هناك إبادة جماعية، نتنياهو وأيضا ووزير دفاعه، وهناك مذكرة اعتقال من المدعي العام في الجنائي الدولي، هو مجرم حرب. وبالتالي كل هذا أثر وسيؤثر أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية، على سياساتها، على سياساتها الداخلية والخارجية، أيضا على الاقتصاد الأمريكي، فيما إذا استمر هذا الدعم اللامحدود لإسرائيل هذا سيؤثر أيضا على الاقتصاد الأمريكي اللي منهار حتى هذه اللحظة، وأن هناك يعني بوادر على هذا الانكماش الاقتصادي في أمريكا. نعم إسرائيل تستنزف، إسرائيل تستنزف، أمريكا أيضا تستنزف، حلفاء أمريكا الذين دفعوا بكل قدراتهم العسكرية، الدعم المادي، الدعم اللوجستي، السياسي والدعم العسكري، كل هذا ولم يستطيعوا أن يحققوا أي شيء، فشلوا أمام صمود الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، ولن يستطيعوا أن يحققوا أي شيء. كل هذه المليارات التي صرفت تأتي من جيب المواطن الأمريكي. لهذا السبب المظاهرات والاحتجاجات التي تخرج يوميا وكل أسبوع بمئات الألاف تخرج في أمريكا لتعبر عن غضبها بسبب الانحياز الأمريكي الأعمى لدولة الاحتلال الإسرائيلي ودعمها للإبادة والقتل الجماعي في لبنان وفي فلسطين، وأيضا تطالب إدارة بايدن بوقف بيع السلاح لأن هذه الأموال أموال دافعي الضرائب الأمريكية. في المظاهرات يلفعون اللافتات لا يعني لوقف الدعم، ولا تستعمل يعني المال المواطن الأمريكي لقتل الأطفال والنساء في لبنان وفي فلسطين. أنا بتقديري أن إسرائيل لن يعني صحيح أنها الآن لعام وأكثر وهي في حرب على قطاع غزة ولم تحقق أي هدف من أهدافها، يعني هذا واضح للعيان. لو حققت أهدافها لما ذهبت إلى لبنان؟ الآن بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها راحت على الضفة الغربية، بدأت في يعني عمل الصورة مصغرة ما يحدث في قطاع غزة، الآن تريد أن تطبقها وتطبقها في الضفة الغربية وبعدها يعني الآن في لبنان، وهي تستطيع وهي يعني هي تحاول أن تحقق أي هدف من هذا. أنا بتقديري كل هذه الأهداف ستفشل أمام صمود المقاومة وأمام صمود الشعب اللبناني والفلسطيني، ولن يكتب لها النجاح على يعني التاريخ، كما تحدث السيد الصديق علي أن التاريخ يتعلم، يتعلم نتنياهو من التاريخ أن تاريخ الشعب الفلسطيني لن يهزم. أنتوا يا إسرائيل قمتوا بمجازر ضد الشعب الفلسطيني على مدى 76 عام من 48 حتى الآن، أين الشعب الفلسطيني؟ ما زال في أرضه، لن يهاجر أرضه. نكبة 48 لن تتكرر، حتى في الكنيسة اللي هم جرموا وقالوا عن حركة عن الأونروا إنها حركة إرهابية أو إنه مؤسسة إرهابية، الأونروا اللي بتقدم خدمات للشعب الفلسطيني، وإحنا بنعرف إنه الأونروا هي مستهدفة من فترة طويلة. السبب في ذلك هو لمحو حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم، هذا ما سعى إليه نتنياهو وما زال يسعى له. هو لا يريد أن يقدم الخدمات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، هو شخصيا أو الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع بعض العملاء أن يقدموا هذه المساعدات للشعب الفلسطيني قطاع غزة، وهذا ما رفضوا أيضا حتى الشعب الفلسطيني وزعماء العشائر والقبائل في قطاع غزة، رفضوا رفض قاطع لأنه بيعرفوا أنه ما يحدث هي يريد فئة من العملاء. وبالتالي صحيح. كل أهدافه اللي وضعها من اليوم الأول على قطاع غزة لم يحققها. عند جملة أخيرة أستاذ هيام، عندما في بدء العدوان على قطاع غزة قال إحنا بدنا 3 أسابيع 4 أسابيع وبننهي المهمة، تنتهي الأمر خلاص، بيسيطروا على قطاع غزة وانتهى الأمر. شو إحنا وصلنا الآن؟ إحنا صرنا عام على التوالي المقاومة كيفت نفسها مع المقاومة مع مواجهة إسرائيل، تحقق إنجازات غير طبيعية، الفيديوهات العالم كله يشاهدها. صحيح. هذا يوجه رسالة لإسرائيل أن ما زالت المقاومة متماسكة. على كل حال هناك أوجه عدة للحرب والانتصارات التي تحققت سيد توفيق، بكل تأكيد أحد الأوجه التي أشرت إليها
هو وصول القضية الفلسطينية أكثر فأكثر إلى قلوب وعقول خاصة الأجيال الحالية، وطبعا ما ذكرته من مظاهرات وهو خروج آلاف في مدن أمريكية، يعني على الأقل هذا له تأثيره كبير في السردية الفلسطينية في مسيرات ووقفات احتجاجية تأييدا لقطاع غزة في ذكرى مرور عام على بدء العدوان الإسرائيلي عليه. نشاهد هذه الصور طبعا لتظاهرات أسماها القائمون عليها في الولايات المتحدة، عام على الإبادة وعام على المقاومة، ذلك طبعا يأتي مع حلول الذكرى الأولى لطوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر. المتظاهرون طالبوا بحظر تصدير السلاح بالكامل إلى إسرائيل، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات من قبيل أنقذوا غزة وأوقفوا تسليح إسرائيل وأوقفوا إطلاق النار، كما نشاهد في هذه الصور. هنا سؤالي إليك سيد علي الأعور، يعني لم نستمع إلى مسؤول إسرائيلي يتحدث عن صورة انتصار أبدا في هذه الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى، لا يوجد سوى نتنياهو يحاول يعني الكذب على الجميع بأنه نحن ننتصر على كل الأصعدة، لكنه اعترف باستثناء العلاقات العامة، هذا اعتراف منه. أين خسرت إسرائيل وماذا خسرت تل أبيب في العلاقات العامة والدولية والشعبية؟ نعم، إسرائيل خسارتها كبيرة جدا على المستوى العالمي. إسرائيل خرجت من الانترناشونال كوميونيتي، خرجت من المجتمع الدولي، لم تعد دولة ولم يعد أحد يعترف بها كدولة في إطار منظومة الأمم المتحدة. انظر ماذا حدث عندما تقدم نتنياهو بالخطوة الأولى في منبر الأمم المتحدة، عشرات الدبلوماسيين غادروا وعشرات الأعضاء الممثلين الدول غادروا ولم يستمعوا لنتنياهو. أيضا هناك كريم خان الذي طالب بالتعجيل في إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوف جالانت. إسرائيل تعرف جيدا وتعلم جيدا، وأمريكا والإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي بايدن هو الذي قام بتقديم القنابل التي تزن طن واثنين طن وطائرات F-35 التي قصفت المواصي ومستشفى الشفاء ومستشفى المعمداني والضاحية الجنوبية في بيروت، هذه بأسلحة أمريكية قدمها بايدن هدية إلى نتنياهو. وبالتالي هناك الكل يعلم بأن ما يتم الآن في قطاع غزة إبادة جماعية جينوسايد، وما يتم أيضا في الضاحية الجنوبية هو جينوسايد. نتنياهو يعتقد بأن هذا التوحش وهذا التوغل وهذا القتل والدمار والتدمير الذي يقود بحق أطفال غزة وأطفال الضاحية الجنوبية، يعتقد بأنه يفرض أمر واقع. هذه السياسة الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو، روح الانتقام والقتل والتدمير للأطفال والمباني والبيوت السكنية، لن تفرض على الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني أي أمر وأي فرض واقع. بمعنى انظر ماذا حدث اليوم، صفارات الإنذار والصواريخ تسقط من ثلاث جبهات من اليمن ومن غزة ومن حزب الله، صواريخ وصلت إلى جيلوت القاعدة العسكرية التي طالما كانت هدف لصواريخ حزب الله. أيضا وصلت الصواريخ اليوم إلى قلب تل أبيب، وصلت صواريخ القسام في ذكرى 7 أكتوبر، الصاروخ اليمني الذي قطع 2000 كيلو متر ووصل إلى تل أبيب. عن ماذا نتحدث؟ عن أي انتصار يتحدث نتنياهو؟ أي نصر مؤكد يتحدث عنه؟ نتنياهو أصبح مكشوف يا جماعة للمجتمع الإسرائيلي وللشارع الإسرائيلي بأنه يكذب عليهم سياسيا. وبالتالي من عطل صفقة تبادل الأسرى؟ 250 أسير إسرائيلي كان بإمكان نتنياهو أن يعيدهم أحياء إلى تل أبيب، ولكن سياسة نتنياهو، لا يريد إعادتهم. لم تعد قضية الأسرى على جدول أعمال نتنياهو، ولم تعد على سلم أولوياته، وهي لم تعد في أجندة نتنياهو بدعم من بن غفير وسموتريش. وبالتالي أنا بتقديري أيضا القضية التي لابد من الإشارة إليها اليوم في ذكرى 7 أكتوبر، وهي لماذا كان طوفان الأقصى ولماذا 7 أكتوبر، لكي أرد على كل الأصوات التي تغرد خارج النص وتغرد خارج السرب وتغرد هنا وهناك ولا علاقة لها بالوطن والوطنية. أقول لهم بأن 7 أكتوبر قد نقل الرواية الفلسطينية، كما تحدث صديقي الأستاذ توفيق، نقل الرواية الفلسطينية والعلم الفلسطيني والهوية الفلسطينية إلى كل مليارات العالم، كل الشعوب العالم تهتف فلسطين فلسطين فري فلسطين فري فلسطين، كل العالم حتى أمريكا. يا جماعة تخيلوا الجامعات الأمريكية، هارفارد وكاليفورنيا وكل الجامعات وجامعة ييل أكبر جامعة في أمريكا تهتف باسم فلسطين، أبناء أعضاء الكونغرس
وأبناء أعضاء البرلمان الأمريكي ومجلس الشيوخ يهتفون لفلسطين. وبالتالي أنا بتقديري عندما جاء بايدن إلى في 8 أكتوبر وقال أنا يهودي وأنا صهيوني ولو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدتها، وجاء بعده أنطوني بلينكن الكذاب سياسيا هذا الذي يكذب على الإدارة الأمريكية وعلى الكونغرس ويقول بأنه يقدم المساعدات الإنسانية لأهل غزة وهو من يمنع وصول المساعدات الإنسانية، قال لهم أنا صهيوني. على أي حال أعود إلى سؤالك الكريم أستاذ أيهم، هل فعلا نتنياهو حقق النصر المؤكد الذي كان يتحدث عنه ويوهم الجمهور الإسرائيلي بالبروباغندا هذه؟ أولا خرجت إسرائيل من المعادلة الدولية، لم تعد إسرائيل بالنسبة للعالم دولة بل هي أصبحت خارج القانون الدولي. ما قامت به إسرائيل وما تقوم به اليوم في الضاحية الجنوبية وفي غزة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الرابعة زمن الحرب لعام 49، انتهاك صارخ لبروتوكول روما. عن ماذا يتحدث نتنياهو؟ أما الآن أنا بتقديري بدأت المعركة، بدأت حرب الاستنزاف. انظروا يا جماعة، بالأمس كانت صواريخ حزب الله 60 صاروخ سقطت على حيفا، نعم. في قلب ميدان حيفا، في شارع توفيق الطوبي، في قلب مدينة حيفا، في قلب الكريوت. تعرفوا شو يعني الكريوت يا جماعة؟ كريوت، كريات موسكن، كريات آتا، كريات حييم، هذه تسمى بالكريوت، كلها قواعد عسكرية وهي أيضا فيها قريبة جدا من حيفا وما بعد حيفا كما ذكر سماحة الشهيد القائد الرمز السيد حسن نصر الله. إذا نحن نتحدث بأن نتنياهو يعتقد بأنه قصف الضاحية الجنوبية سوف يقضي على قدرات حزب الله العسكرية، سوف يقضي على حزب الله. ما هي الصواريخ وصلت إلى الكريوت، إلى طبرية، إلى حيفا وما بعد حيفا، إلى جليلوت اليوم وصلت. إذا أستاذ أيهم والسادة المشاهدين، أنا بتقديري نتنياهو حتى اليوم لم يحقق أي هدف من أهدافه، وأدخل الجيش الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي. وبالتالي أنا رسالتي للشارع الإسرائيلي، لماذا هذا الصمت؟ لماذا الشارع الإسرائيلي صامت على قتل أبناء وجنوده؟ بالأمس كانت عملية يافا، 7 إسرائيليين قتلوا في عملية يافا في محطة القطار، في بئر السبع أيضا قتلت مجندة. ماذا قال نتنياهو لعائلة هذه المجندة؟ وماذا قال لعائلات 7؟ ماذا يقول لعائلات 100 أسير إسرائيلي في لدى حركة حماس وكان بالإمكان إعادتهم أحياء؟ ولكن من عطل صفقة تبادل الأسرى؟ الجواب لدى رئيس الموساد ديفيد برنياء الذي قال نتنياهو هو من عطل صفقة تبادل الأسرى. حركة حماس أبدت مرونة كاملة وتفهمت الواقع الفلسطيني وتفهمت احتياجات الشعب الفلسطيني، ولكن نتنياهو هو من أعلن رفضه ودمر صفقة تبادل الأسرى. على العالم أن يعلم أن نتنياهو يتحمل المسؤولية الأخلاقية، يتحمل مسؤولية الدم الإسرائيلي في غزة وفي لبنان وفي الجنوب اللبناني. نعم نعم، هنا أسأل السيد توفيق طعمة. بلا شك نتنياهو يعني ليست شخصية محببة جدا بالنسبة للولايات المتحدة. تقول بوليتيكو نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع أن بايدن دعم إسرائيل لكنه دفع ثمنا عالميا وفي الولايات المتحدة أيضا. ما الأثمان التي يدفعها بايدن وتدفعها الولايات المتحدة أيضا خلال هذا العام مع استمرارها بهذا التعاطي بهذا النهج مع نتنياهو؟ يعني الحقيقة الولايات المتحدة تدفع أثمان كبيرة جدا. أول شيء اللي بتدفع من سمعتها ومكانتها في المجتمع الدولي، هي كانت دائما تسوق وتروج للعالم أنها هي يعني كحزب ديمقراطي دائما يسعى إلى الديمقراطيات وإلى حريات الشعوب وإلى حقوق الإنسان وكل هذه الأمور. كل هذه الشعارات سقطت أمام ما يحدث الآن في قطاع غزة. تبين أن الإدارة بايدن هي أبعد ما تكون عن حقوق الإنسان. هم لا يعني باسم حقوق الإنسان هذا شيء مش موجود في قاموس عندما يتعلق الأمر في فلسطين ولبنان، للأسف أيضا في منطقتنا العربية والإسلامية. وبالتالي إذا يعني الإدارة الأمريكية أيضا الخسارة الاقتصادية الآن، الخسارة الاقتصادية اللي بتفرضي لها الأمريكان، إذا لو قامت هناك حرب، لو تم استهداف إيران لا سمح الله، ماذا سيحدث للسوق العالمي والبترول؟ الآن الأسعار البنزين والبترول ارتفعت عندنا 5% في كل أمريكا، ماذا هذا من دون حرب؟ فكيف لو حدث حرب شاملة وتم استهداف إيران وإيران سترد وأيضا تفتح المنطقة كلها على صراع على منطقة، ماذا سيحدث؟ هذا أيضا سيكون خسارة للاقتصاد العالمي ليس فقط على أمريكا، حتى دول السبع يعني تريد أن تكون هناك حلا، لا تريد أن تكون هناك حرب شاملة في المنطقة، أن تستهدف إيران وأيضا أن تكون حرب شاملة
يعني تحرك الأخضر واليابس، وبالتالي أيضا حتى الدول الأوروبية لا تريد ذلك. كما قلت أيضا يعني الولايات المتحدة استنزفت، بيّن حقيقتها. والأمر المهم أنه الولايات المتحدة أو الإدارة بايدن وخاصة الحزب الديمقراطي من المحتمل كبير، احتمال كبير جدا أن يخسروا الانتخابات بسبب دعمهم اللامحدود في يعني لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وما تتعرض الولايات المتحدة من انتقادات عالمية من دعمها لإسرائيل وعدم يعني فعل أي شيء لوقف الإبادة، لوقف كل ما يحدث في العالم. وبالتالي يعني أمريكا تخسر، عندها خسارات في الداخل الأمريكي، انقسام في الداخل الأمريكي، الشعب الأمريكي الآن منقسم على بعضه. هناك في الأوساط الحزب الديمقراطي 70% 80% من الأوساط الشعبية في الحزب الديمقراطي يرفضون سياسة بايدن ويطالبون بوقف العدوان، وقف تصدير السلاح، وقف القتل الجماعي. أيضا هناك خسارة كبيرة لبايدن، بايدن سينهي حياته، سينهي حياته السياسية كمجرم حرب. هذا يعني التاريخ دائما سيسجل له أنه هذا قاتل الأطفال، قاتل أطفال فلسطين، قاتل أطفال لبنان. هذا الشخص اللي دمر ودعم إسرائيل لاقتراف المجازر البشعة ضد الأبرياء، ضد الأطفال والنساء وفي لبنان وفي فلسطين، هذا قاتل أطفال، هذه سمعته، هذا هكذا سينهي حياته. وبالتالي يعني بايدن دائما يتحدث ويقول احنا بدنا نوقف الحرب، نريد كذا وكذا، يعني خطاب ناعم وخطاب من دون لا يضغط على إسرائيل، من دون لا يكون هناك يعني أي شكل من أشكال الضغط لوقف هذه الجريمة، لوقف الإبادة. لكن حقيقة الأمر الشعب الأمريكي يعرفه، يعني جزء كبير من الشعب الأمريكي يعرف أنه بايدن قاتل. بايدن وإدارة بايدن، وكما تحدث زميلنا وصديقي من القدس عن أنه عن المسؤول الخارجي وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكن، هو كذاب للعظم، هذا إحنا نسميه مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، هذا مجرم حرب، هذا هؤلاء الناس سيسجلهم التاريخ على أساس أنهم مجرمي حرب. وهذه خسارة بالنسبة لبايدن. كل رئيس أمريكي بحاول ينهي حياته السياسية بشيء محترم، بشيء كويس، هذا ما سعى له بالمناسبة، ما سعى له قبل 7 أكتوبر. قبل 7 أكتوبر كانت هناك مسيرة تطبيع، كانت جاهزة تطبيع دول عربية وعلى رأس المملكة العربية السعودية مع إسرائيل ودول أيضا دول عربية، لكن مع مجيء طوفان الأقصى كسر هذا التطبيع، وأيضا أغضب الإدارة الأمريكية، أغضب بايدن، لأنه هذا بالنسبة لبايدن أنه أن يكون هناك تطبيع ودمج إسرائيل في المنطقة هذا ولم يحصل، هذا يعتبر خسارة كبيرة، لأنه من بداية إدارة بايدن وهو يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل وضغط في هذا الاتجاه، ومن خلال مستشاريه للدول العربية وعلى رأسهم كما قلت المملكة العربية السعودية ودول أخرى. وبالتالي هذا أيضا خسارة خسرها إدارة بايدن. وبالتالي إذا الولايات المتحدة تدعم الإبادة، تدعم القتل الجماعي، حرب شاملة على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وعلى شعوب المنطقة. وبالتالي هذه سياسة الرئيس الحالي بايدن، وأنا بتقديري سياسة أمريكا حتى لو جاءت كاميلا هاريس، كاميلا هاريس لن تتغير، ستبقى نفس السياسة، دعم إسرائيل المطلق. اليوم تحدثت وقالت أنه نحن ندعم إسرائيل، وهي قالت أنه الشعب الفلسطيني يمر بكارثة غير مسبوقة في قطاع غزة ويجب مساعدتهم. أنا بتقديري يعني هذا حديث، هذا يعني هذا المفروض يكون للمحللين السياسيين اللي مثلنا، أما هي صاحبة قرار، هي وزيرة، هي نائبة الرئيس، هي صاحبة قرار، عليها اتخاذ قرار. تكثر حتى تصريحات دونالد ترامب المرشح الجمهوري أيضا، تكثر تصريحاته خلال الساعات 24 الماضية حتى اللحظة، بلا شك أنت تتابعها، يعني آخرها يقول سأدعم حق إسرائيل وفق تعبيره في النصر خلال حربها ضد الإرهاب، ولن أسمح بمحرقة أخرى ضد الشعب اليهودي وفق تعبيره. سنناقش يعني انعكاس طبعا ما يجري حاليا، موقف الإدارة الأمريكية الحالية، مواقف ترامب، مواقف كاميلا هاريس، بعد قليل بعد طرح هذا السؤال على السيد علي الأعور. سيد علي، يقول البنتاغون لا نريد أن نرى خطوات تؤدي إلى التصعيد أو سوء التقدير، وكأنهم يوهمون العالم
بأن الخطوات الإسرائيلية منفردة غير منسقة معهم، لا في لبنان لا في غزة ولا في خطوة ربما يرتب لها كعدوان جديد على الولايات المتحدة، ما رأيكم؟ لا تصدق الإدارة الأمريكية ولا البنتاغون ولا الخارجية الأمريكية، هؤلاء كلهم يكذبون سياسيا. لماذا جاء قائد القيادة المركزية الوسطى في الشرق الأوسط إلى زيارة تل أبيب؟ لكي ينسق. يا جماعة هناك مخطط أمريكي، تقود أمريكا هذا المخطط من أجل رسم خارطة الشرق الأوسط التي يريدها نتنياهو والتي رسمها نتنياهو، ولكن هذا لن يتحقق لهم. وبالتالي كل التصريحات التي تصدر حتى عن مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي أو في الأمم المتحدة والبنتاغون وبايدن شخصيا وأنطوني بلينكن الكذاب كما أشرت سابقا، كلها تدور في فلك نقطة واحدة، هم يريدوا القضاء على حركة حماس، يريدوا القضاء على حزب الله، يريدوا القضاء على محور المقاومة في الشرق الأوسط. وبالتالي أنا بتقديري وبدراسة موضوعية وقراءة واضحة تماما أن محور المقاومة ما زال قادر على التصدي، ما زال قادر على الوقوف، وما زالت الصواريخ تأتي من كل جبهات الإسناد، جبهات المواجهة وليس جبهات الإسناد. عندما يأتي الصاروخ من اليمن يتم إطلاقه إلى تل أبيب، أنا بتقديري هذه أصبحت مواجهة مفتوحة. اليوم القسام في ذكرى 7 أكتوبر تقوم بإطلاق الصواريخ التي وصلت إلى تل أبيب وريش لسيون وعسقلان وغيرها، وأيضا صواريخ حزب الله التي وصلت إلى تل أبيب وما بعد تل أبيب ووصلت إلى قلب حيفا والكريوت وما بعد حيفا وطبرية. إذن أنا بتقديري البنتاغون هو لا يعطي ربما المعلومات الدقيقة للجمهور الأمريكي وللعالم، ولكن المخطط الأمريكي واضح. وأنا بتقديري إذا ما كانت هناك ضربة لا سمح الله على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون عدوان ثلاثي كما كانت في عام 1956 على شعبنا في جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، عدوان ثلاثي تقوده بريطانيا رأس الحية وأمريكا وإسرائيل. ولكن أنا بتقديري أن ما تم من تصريحات من الحرس الثوري الإيراني كانت واضحة وقيادات إيرانية بأن الرد الإيراني سيكون قاسي. ولذلك عندما يتم الآن ربما طرح السؤال المركزي، هل نحن أمام حرب إقليمية؟ هل المنطقة تتجه إلى حرب إقليمية؟ أنا بتقديري يتوقف على طبيعة الرد الإسرائيلي، يتوقف على حجم الرد الإسرائيلي والأهداف التي حددها نتنياهو لبايدن من أجل قصفها بطائرات 35. وتأتي إلينا صحيفة دعوت حرنوت وتقول بدون طائرات أمريكية، لا يا أخي، بدون طائرات أمريكية لا تفعلون شيء ولا تستطيعوا أن تتحملوا الحرب يوم واحد في غزة أو في الجنوب اللبناني. بدون إدارة بايدن إسرائيل لا تستطيع أن تقاتل حتى كتيبة من كتائب القسام أو 10 مقاتلين من مقاتلي الرضوان ومقاتلي العباس. انظر ماذا حصل، حتى اليوم إسرائيل لا تستطيع الدخول البري في الجنوب اللبناني، هناك قوات الرضوان تنتظرهم وقوات العباس، وهم يدركون جيدا ما معنى قوات الرضوان وقوات العباس. النقطة الأهم من ذلك أن الرئيس الأمريكي بايدن بتصريحاته مع البنتاغون هو من يتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والتي يتعرض لها أيضا أطفال الضاحية الجنوبية. بايدن هو المسؤول الأول والأخير. وبالتالي أنا بتقديري لو الإدارة الأمريكية تريد وقف الحرب الآن وأنا معكم على الهواء مباشرة، إذا فعلت وضغطت بشكل مباشر على نتنياهو لكانت الآن وقف الحرب بقرار من الإدارة الأمريكية. ولكن مخطط الإدارة الأمريكية جماعة أبعد من جباليا وأبعد من غزة، مخطط الإدارة الأمريكية أبعد من الضاحية الجنوبية. وبالتالي على العواصم العربية أن تعلم جيدا بأنها ليست بمنأى عن مخطط نتنياهو بايدن، هذا المخطط الذي يريد فرض هيمنة إسرائيلية، يريد إعادة هيبة إسرائيل التي فقدتها في 7 أكتوبر. يا جماعة في 7 أكتوبر إسرائيل فقدت كل شيء، 7 أكتوبر هز عرش إسرائيل بالكامل، هز يا جماعة يتعلق بوجود إسرائيل، القضية تتعلق بوجود إسرائيل. ماذا قالت صحيفة معاريف؟ قالت السقوط. إذن الآن نحن نتحدث عن وجود إسرائيل وحقها في الوجود وكل المصلحات التي كانت يتم تدارسها في العلاقات الإقليمية والدولية. الإدارة الأمريكية هي شريك حقيقي في كل ما يتعرض له أهلنا في غزة وفي الضاحية الجنوبية. وبالتالي أنا بتقدير الموقف الأمريكي واضح تماما، أمريكا تريد استمرار الحرب،
حتى اليوم تريد استمرار الحرب وتريد استمرار المذابح والجنوسايد والإبادة الجماعية على أهلنا في غزة، لأن إدارة بايدن تعتقد بأن أهداف نتنياهو لم تتحقق وأهداف إسرائيل لم تتحقق أبدا. وأقولها بصراحة، حتى اليوم ما زالت المقاومة في قطاع غزة قوية جدا. ظهور أبو عبيدة اليوم بالصوت والصورة وقال لهم نحن جاهزون لحرب الاستنزاف، ماذا يعني ذلك؟ أن المقاومة في غزة بخير، والمقاومة في الجنوب اللبناني بخير، وكل ما قامت به إسرائيل من اغتيالات وقتل وتدمير وهدم بنايات وقصفها بطائرات F-35 وقنابل. تخيلوا يا جماعة، قنابل تزن طن واثنين طن أمريكا تقدمها هذه لإسرائيل، وتقوم إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية بها. حتى اليوم لم تتمكن إسرائيل والإدارة الأمريكية من القضاء على حماس، ولا الحد من قدرات حماس، ولا الحد من قدرات حزب الله وقوات رضوان. أنا بتقديري نحن أمام مشهد جديد. هذه المشهدية الجديدة تؤكد من جديد بأن محور المقاومة ما زال قادر على التحدي، ما زال قادر على صنع التاريخ للشعوب العربية. وأقولها بكل صراحة أن حركة حماس وحزب الله يدافع عن الأمة العربية وعن الأمة الإسلامية. نعم سيد توفيق طعمة، يعني خلال الساعات والأيام القليلة الماضية لم نسمع إلا كلمة دعم إسرائيل، أنا أدعم إسرائيل، بايدن قالها، هاريس قالتها، وترامب وبشكل متطرف ترامب، وسأركز على ترامب تحديدا كونه يعني قرأنا عاجلا قبل قليل. هل تصريحاته، ونعلم أن ترامب يشبه نتنياهو كثيرا في مسألة التطرف في كثير من الأمور، تشجع إسرائيل فعليا للاستمرار في هذا التعاون الدموي الإسرائيلي الأمريكي، أم هو يحاول فقط يعني الاستفادة من ذلك انتخابيا في الداخل الأمريكي ضد بايدن؟ لا، بالتقدير أن يعني ما يسعى له وما حديث من حديث ترامب للإعلام ومن خلال يعني حملة الانتخابية تحدث وبكل وضوح، يعني هو لم يخفي سرا وقال أنه هو مع إسرائيل ويدعم إسرائيل، وهو أكثر تشددا من إدارة بايدن. يعني هو اتهم إدارة بايدن بدعم إيران لشن حربها، أو عندما أطلقت الصواريخ على إسرائيل اتهم إدارة بايدن بذلك، وقال أنه بايدن هو تخلى عن إسرائيل. تخيل، يعني كل اللي قدمه بايدن لإسرائيل، دولة الاحتلال الصهيوني طبعا، لم يكفي، بايدن يريد أن يقدم أكثر. أنا بتقديري يعني كما قلت سابقا، يعني اللي قدمه ترامب يعني ما أعطى مجال اللي قدمه بايدن لدولة الكيان، ما خلى مجال لترامب أن يقدمه. يعني ماذا يريد أن يقدم ترامب؟ يعني بايدن قدم كل شيء لإسرائيل، يدعمها بكل شيء. ترامب عندما يقول أنه نعم هو يريد من إسرائيل أن تضرب المنشآت النووية الإيرانية، نعم تحدث عنها وقال اضربوهم ونتحدث بعدين، We'll talk later about it. يعني اضربوا النووي الإيراني وإحنا معكم وسندعمكم ونتحدث مرة ثانية ونتحدث بعدين. وبالتالي إذا توجهات ترامب هي توجهات عدوانية، وهو لا ننسى هو من صاحب فكرة طبعا صفقة القرن، وهو الذي يريد تصفية القضية الفلسطينية. وأيضا هذا هو الحزب الديمقراطي على حقيقته، وحقيقة بايدن وحقيقة هاريس هي تصفية القضية الفلسطينية. الفلسطينيين دخلوا مع إسرائيل في اتفاق أوسلو 30 عام، ماذا حدث؟ ماذا قدموا للشعب الفلسطيني؟ كل شيء قدموه لإسرائيل، أعطوا إسرائيل حق الاعتراف بكل شيء، وأيضا الاستيطان تضاعف 7 مرات، نهيك عن الوضع اللي يحدث الآن في الضفة الغربية وحصار قطاع غزة ل7 شهور. كل الوعود اللي قالها بايدن في ذاك الوقت ماذا سيقدم للفلسطينيين عكس ما قدمه ترامب، هو جاء أسوأ من ترامب، أسوأ من ترامب، لم يقدم أي شيء للفلسطينيين، ولم يتوقع من الحزب الديمقراطي أن يقدم أي شيء. وبالتالي تصريحات ترامب نعم هذه حقيقية، هو اللي اعترف بدولة، هو اللي اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، هو اللي نقل السفارة للقدس المحتلة، هو اللي ضم الجولان لدولة الكيان الصهيوني، هو اللي أغلق القنصلية الأمريكية في القدس، هو اللي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في في واشنطن، هو الذي ألغى اتفاق النووي الإيراني
هو الذي ألغى هذه الاتفاقية عندما أبرمها عفوا أوباما. وبالتالي إذن هذا الرئيس لا يأتي بجديد، هو الرئيس سيأتي ليضم ما تبقى من الضفة الغربية للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا يعني يدعم المشروع الصهيوني في المنطقة، المشروع الصهيوني الكبير اللي هو اللي قائم على تهجير الشعب الفلسطيني من فلسطين، من الضفة وغزة وال48 والقدس، وأيضا حدود إسرائيل والبرنامج الصهيوني هو ليس نعم فقط على حدود فلسطين إنما لبنان، الاستمرار في الحرب بأي طريقة كانت لانتظار يعني انتظار عودة ترامب. بالتأكيد هذا ما يسعى له نتنياهو، لا يريد وقف لإطلاق النار، هو الآن متمرد على سياسة بايدن، وبايدن يعني أصبح الآن عاجز عن فعل أي شيء، لأنه إذا ضغط على نتنياهو هذا سيكلف الحزب الديمقراطي في الانتخابات، وهذا سيصب في مصلحة ترامب، وبالتالي لا يستطيع أن يضغط، أيديه صابعات مكبلة، ونتنياهو يستغل ويبتز هذه الإدارة للحصول على كل شيء، كما تفضلت حضرتك وسألت الأستاذ علي قبل شوي عن هاي قائد المنطقة الوسطى، ماذا يفعل في دولة الاحتلال؟ هو جاء لينسق ضربة إسرائيل على إيران، هذا ما جاء يفعله. إذا من هو الذي يقود الحرب على إيران، على لبنان، على الشعب الفلسطيني؟ هي البيت الأبيض، كما تحدث وتحدثنا سابقا. أيضا الحل هو يأتي من الإدارة الأمريكية، لا يأتي من إسرائيل. إسرائيل عبارة عن أداة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتفرض سياسة جديدة على منطقة الشرق الأوسط، حتى تضع إسرائيل، هي إسرائيل المسيطرة على العالم. وأيضا طبعا سيضربوا ما يعني هذه خططهم، أنهم يضربوا ويحجموا إيران بحيث أنه يكسروا هذا المحور المقاومي، ولا تستطيع إيران الدفاع أو تدعم حزب الله وحماس والمقاومة الفلسطينية، وأيضا في العراق وفي اليمن. يريدون فك هذا الارتباط، وهذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل. وبالتالي أنا بتقديري نتيجة كل هذا، أنا بتصير لن تستطيع لا أمريكا ولا أبو أمريكا تستطيع أن تفك هذا الارتباط بين المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية واليمنية والعراقية. هي الهدف هو واحد، وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى الشعب اللبناني. سيد توفيق، نعم نعم، سأقسمها بينك وبين ضيفنا العزيز سيد علي الأعور. سيد علي الأعور، البنتاغون والولايات المتحدة بشكل عام نقر بحق إسرائيل في الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني وفق تعبيرهم طبعا، لكننا نريد خفض التصعيد الإقليمي. هل لدى الأمريكيين حل أو سحر لصب الزيت على النار من دون افتعال الحرائق؟ يعني أولا اسمح لي أستاذ أيهم والسادة المشاهدين، دائما وأبدا نتحدث عن طاولة المفاوضات ونتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب اللبناني في أرضه وفي الجنوب اللبناني. وبالتالي ربما برسالة إلى نتنياهو، عليه أن يدرك جيدا بأن سياسة التوحش والقتل والتدمير والإبادة الجماعية والجنوسايد التي يمارسها في غزة وفي الضاحية الجنوبية، عليه أن يدرك جيدا أنها لن تعيد سكان الشمال إلى المدنات الشمالية، لن تعيد سكان الشمال إلى كريات شمونة. وبالتالي هذه حقيقة يجب أن يعلمها نتنياهو. أيضا قتل أطفال غزة، وصل عدد القتل الشهداء إلى 42 ألف شهيد، 30 ألف شهيد من الأطفال. نعم نتنياهو يريد قتل جيل كامل من الشباب الفلسطيني، ولكنه يجب أن يدرك وأن يعلم جيدا بأنه لا أمن ولا أمان للإسرائيليين إلا بالاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. إحنا مش شحادين، بدنا شوية مساعدات من كاميلا هاريس وتعطينا شوية مساعدات إنسانية. نحن شعب له حقوقه السياسية، له تاريخ على هذه الأرض، جذورنا عميقة في هذه الأرض، 3000 عام نحن في هذه الأرض، وبالتالي اعترافنا نأخذه من وجودنا في هذه الأرض ومن جذورنا العميقة في هذه الأرض. وبالتالي على نتنياهو أن يعلم جيدا لا أمن ولا أمان للإسرائيليين إلا بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. هذه حقيقة يجب أن ندركها. والنقطة الثالثة التي أود أن أشير إليها للشعوب العربية وللقادة العرب، أريد أن أقول لهم بأن الثمن الذي دفعته إسرائيل منذ 7 أكتوبر إلى اليوم، الثمن الذي دفعته إسرائيل يعادل الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. بمعنى أن على نتنياهو أن يوقف سياسة التوحش والقتل، عليه أن يعود إلى عام سوكشتاين.
صفقة تبادل أسرى، وكما قالها سماحة الشيخ الشهيد القائد حسن نصر الله، قال المعادلة واضحة: وقف العدوان على غزة ووقف الإبادة الجماعية في غزة ووقف قتل أطفال غزة يقابله الهدوء في الجبهة الشمالية. على نتنياهو وبايدن أن يراجعوا خطابات سماحة الشيخ الشهيد حسن نصر الله. نعم، بأقل من دقيقة سيد توفيق طعمة، هل لدى الأمريكيين حل لمسألة، يعني يقولون للإسرائيليين صبوا الزيت على النار ولكن لا تفتعلوا حريقا في المنطقة؟ حتى الآن لا يوجد أي حلول، لا يوجد أي رؤية أمريكية في المنطقة. الولايات المتحدة تصب الزيت على النار، وإسرائيل تكتمل، وإسرائيل مكملة في العدوان وفي توسعها وفي العدوان على فلسطين وعلى الشعب اللبناني وعلى أيضا على إيران. فكل ما تحدث فيه الإدارة الأمريكية عن أنه هي تريد خفض التصعيد، تريد لا تريد أن تكون هناك حرب شاملة، وحقيقة الأمر هو العكس تماما. هذا هي الموقف الأمريكي الحقيقي. فبالتالي إذا الموقف الأمريكي لا يمكن الوثوق فيه، هي من تدعم إسرائيل، هي من تقدم كل شيء. سيد توفيق طعمة المحلل السياسي والخبير بالشؤون الأمريكية على هذا التحليل، كنتم معنا من لوس أنجلوس في كاليفورنيا. أشكر ضيفي أيضا وضيفنا من القدس المحتلة السيد علي الأعور الخبير في الشؤون الإسرائيلية على هذا التحليل. شكرا. مشاهدينا إلى اللقاء.